مؤتمريون من مختلف المدن في روسيا الاتحادية تجمعوا إلى هذا المكان لإحياء الذكرى الثالثة للانتفاضة الثاني من ديسمبر التي فجرها الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح ورفيق دربه الأمين عارف عوض الزوكا وكل الشهداء الأبرار الذين رفضوا الممارسات الحوثية التي جاءت بثوب إمامي جديد يحاول تغييب الجمهورية والديمقراطية والمساواة التي تنفسها اليمنيون منذ الستينات وسعت إلى استبدالها بالوصاية الخارجية وولاية الفقيه. هؤلاء الأبطال هي الشرارة الأولى وذلك التي ضحوا بأنفسهم في ثورة الثاني من ديسمبر من العام 2017 والذي أرادوا أن يخلصوا اليمنيين من الظلم والطغيان والكهنوت والجوع والفقر الذي يحاول الأئمة الجدد وبثوب الجمهورية إعادة اليمنيين إلى الوراء مرة أخرى. الشهيد علي عبد الله صالح، نحن كشعب فلسطيني نحترمه ونقول له كل الاحترام، لأنه في جميع المحافل الدولية كان ينطق بصوت وباسم فلسطين. المهرجان الخطابي حضره كوكبة من شباب المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وعدد من أبناء الجالية العربية والصديقة لإحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة الثاني من ديسمبر وما شكلته من علامة فارقة غيرت مجرى الأحداث التي تمر بها اليمن جراء سيطرة الميليشيا الحوثية. وكان للأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام فائق السيد مداخلة هاتفية شاركت بها الحفل مرحبة بكل الحاضرين من مختلف المدن الروسية. أتوجه إليكم بكلمتي هذه الأخوة في فرع المؤتمر الشعبي العام في روسيا الاتحادية ورابطة الدول المستقلة، الأخوة العرب، فلسطين، سوريا، العراق، السودان، كافة الأقطار العربية الشقيقة التي هي حاضرة في هذا المهرجان. الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام أبو بكر القربي بدوره عبر عن أهمية الانتفاضة التي أعلنها الزعيم حتى لقي ربه شهيدا وبجانبه رفيقه الأمين عارف عوض الزوكا، مؤكدا على مواصلة سير المؤتمر الشعبي العام على ذات النهج لاستكمال مسؤوليته الوطنية في تخليص الوطن من كهنوت العصر. هذه المناسبة التي نشعر فيها بالأسى والحزن على فقدان قائدين عظيمين للوطن وللمؤتمر الشعبي العام، علينا أن لا نجعل من الأسى أو أن نجعل له مجالا لأن ينسينا مسؤوليتنا الوطنية كمؤتمريين لإنقاذ اليمن. قيادات مؤتمرية أيضا كان لها حضور في الحفل الخطابي مؤكدة أن شهداء انتفاضة الثاني من ديسمبر قدموا أرواحهم وضحوا بها من أجل أن تستمر الديمقراطية والحرية والمساواة التي تنفسها اليمنيون كأبرز ثمار ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، وأنها تمثل امتدادا لهما وتواصلا للنضالات الوطنية في سبيل استعادة اليمن من قبضة الإماميين الجدد. الشهداء من أجل الثورة والجمهورية والحرية والديمقراطية والوحدة، وقدم من التضحيات ما لا يحصى، أما الإنجازات التنموية والخدمية والسياسية وتحقيق الوحدة اليمنية فذلك لا يستطيع جاحد أو جاهل أن يتجاهل إنكاره وسيظل خالدا مدى الدهر. الزعيم الكائن الشهيد علي عبد الله صالح والشهيد الأمين الوفيق عارف عوض الزوكا رحم شهداء الجمهورية ومن بعدهم. الجمهورية والحفاظ على مكتسبات ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، تلك إرادة انتفاضة الثاني من ديسمبر وهوية شهدائها العظماء وفي ذكراها الثالثة يؤكد اليمنيون في الداخل والخارج أنهم على درب أحرار ديسمبر سائرون وماضون في سبيل تطهير كل شبر من ميليشيا الحوثي التي لن تدوم طويلا بيقظة الرجال المرابطين في جبهات العزة والكرامة.